يقول فضيلة الشيخ إذا أصابته جنابة فضيلة الشيخ ثم اغتسل وأراد أن يلبس الثياب مرة أخرى، لا مانع من ذلك إلا إن كان أصابها بول، أما مجرد آثار الجنابة من المني فهذا لا يضر، يصلي وهي عليه. إذا أصابها بول أو مذي لا بد من غسل ما أصابه البول أو المذي ويصلي فيها. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب،